أستاذ قران الإمام، مرحبا وأهلا وسهلا بك. مرحبا. شكرا على قبولك الدعوة. فأولا أنت وضعت الترشيح ديالك لخلافة إدريس الكبير وأيضا لتولي الكتابة الأولى لحزب اتحاد الشركة. قبل ما نتكلم على هذا الموضوع، بطبيعة الحال آخر المجلس الوطني يعني عقبه نقاش كبير ومخاض كبير، شنو ممكن تكلمنا على هذا النقاش هذا داخل حزب اتحاد الشركة على ضوء القرارات الأخيرة ديال المجلس الوطني؟ وهو للأسف الشديد يعني النقاش نصب بالأساس حول بعض الجوانب اللي مرتبطة بالقانونين الأساسي، القانون الأساسي والنظام الداخلي ديال 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 الحزب، لأن كان واحد المقرر التنظيمي اللي كاين بشأنه ملاحظات بطبيعة الحال، واللي للأسف الشديد أنا يعني ما سمحتش الظروف في المجلس الوطني وفي اللجنة التحضيرية باش أنه يكون نقاش يعني بواحد الشكل هادئ الإنسان يوقف عنده واحد المجموعة ديال الملاحظات. ألوغ كان واحد المجلس الوطني اللي كاين سؤال ديال النصاب بشأنه، كاين واحد المجموعة ديال التعديلات اللي جات، واحد المقرر مشروع مقرر تنظيمي جاء بمبادئ عامة، ما جاش كيلامس واحد المجموعة ديال النصوص يعني مادة مادة، يعني جاء بشكل عام مبادئ عامة. هذه المبادئ العامة هي بحد ذاتها فيها نقاش لأنها تتعارض مع القانون الأساسي ديال الحزب، خاصة ما يتعلق بتحديد الولايات، لا فيما يتعلق بالكاتب الأول لا ما يتعلق بالتبليشيهات والأقاليم وما إلى ذلك، لأن محدة في ولايتين ربطوها ثلاثة، وكذلك ما يتعلق بتحضير المؤتمر والسير ديال المؤتمر وكيفية انعقاده وما إلى ذلك. كاين واحد المجموعة من الملاحظات اللي طبيعة الحال من الواجب على كل مناضل ومناضلة أنهم يطرحوا المواضيع النقاش. كاين ملاحظة أولى هي أن هذه المقررات لأول مرة في يعني أنا عشت المؤتمرات الحزب الأخيرة السادس إلى يومنا هذا، دائما المقررات تنشر يعني تكون ملكا للعموم تتناقش ملك المناضلات والمناضلين. الآن هذا المقرر ما تنشرش، هذا سؤال علاش؟ مع العلم على أن هناك ضوابط حتى فيما يتعلق بالقانون الأحزاب السياسية اللي كتلزم هذه الجوانب هذه، واللي خص يعني نتحدث عن تحضير للمؤتمر خص الأوراق ديالو تكون في عند المواطنات والمواطنين وعند المناضلات والمناضلين، باش يكون النقاش بطبيعة الحال. الآن يتحدث يتم الحديث على ان الاجتماعات ديال المجالس الاقاليم وكذا من اجل مناقشه اوراق المؤتمر، اوراق المؤتمر ستخرج بعدا نطلعوا عليها، ما يتعلق بالمقرر التنظيمي بالاساس سيخرج ويطلعوا عليه باش يكون موضوع نقاش. ثم الاصل في القوانين انها تنشر، ثم الامر لا يتعلق اليوم بقوانين بل بمشاريع قوانين، هي مشاريع مقررات يجب ان تعرض على المؤتمر ليصادق عليها. فاذا بنا اليوم انا تعمدت نوضع الترشيح ديالي حتى نهار 28 في الشهر، يعني اول امس وضعت الترشيح ديالي في اخر يوم على اعتبار قبل ما نتكلموا على الترشيح ديالك كان نقاش حول تمديد الولايه من عدمها، يعني واش انت مع هذا التمديد ولا لا؟ لا شوف انا كنتكلم في السياق، علاش قلت لك وضعت الترشيح ديالي في 28 في الشهر؟ لانها المفروض طبقا للنظام الداخلي وطبقا للقانون الاساسي الفتح ديال باب الترشيحات قبل شهر من انعقاد المؤتمر، هذا الشيء ما تمش، بمعنى هذا فيه خرق للنظام الداخلي، خرق القوانين ديال الحزب، وما غاديش يجي شي حد يقول لي راه حنا صادق المجلس الوطني على مقررات ما. لا، المجلس الوطني ما قبل هذا كان صادق على مادتين، المادة الأولى اللي كانت باش لأننا خص الإعلان على المؤتمر قبل 3 شهور رديناها شهرين مزيان تصدق عليها، مادة أخرى مرتبطة بالكيفية ديال 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 التوزيع ديال المؤتمرين لأنها كانت مرتبطة بالنتائج ديال الانتخابات الجماعية والتشريعية السابقة، الآن كانت انتخابات في يوم واحد، درت تعديل على هذا الأساس، لكن كان تعديل يصب مادتين محددتين كيعرفهم المناضل، كيعرف أن المادة كذا في النظام الداخلي راها تغيرت. الآن جينا بدينا كنتجاوزوا بعض المواد، المادة 213 كتقول على أنه خص الإعلان فتح الترشيحات قبل 30 يوم من المؤتمر، لم يتم ذلك اليوم، بمعنى أننا بدأنا نخرق القانون، وهذا يكون موضوع نقاش بطبيعة الحال مفتوح، لأنه ما يمكنش مطلقا، لن نسمح أنا شخصيا كاتحادي لا يمكن أن أسمح بأن تفصل القوانين بأن نخرق القانون في الوقت اللي نطلبوا فيه الدولة بالشفافية ونطلبوها بالنزاهة العملية الانتخابية وبتكافؤ الفرص وبتجديد النخب، نجي ونبدأ نفصلوا قوانين بطريقة ما
وب ب ب ب ب ب بسياقات غير قانونيه طبيعه الحال باش نوصلوا لواحد النتيجه معينه في واحد المؤتمر معين. دونك جوج الامور، كاين الخرق ديال القانون اولا، ثم عدم النشر ديالو باش يطلعوا عليه المناضلات والمناضلين باش يكون موضوع نقاش ثانيا. نقطة ثالثة اللي بغي نشير لها هي عندها أهميتها ارتباطا بهذا التحضير المؤتمر، لأن ملي كنتحدثوا على القانون هو ما يتم في حق عدد المناضلات والمناضلين الذين يعبرون عن مواقف مخالفة لهذا الشيء اللي كيحدث، بصرف النظر على بعض الأساليب اللي كيعتمدوها البعض ديال السب والقذف وما إلى ذلك. هذيك ما نتكلموش فيها، هذيك جوانب يمكن نقولوا أخلاقية مرتبطة بواحد الناس لا داعي للحديث عنهم، لكن كاينه جوانب مرتبطة بالقانون والقوانين الحزبية ديالنا. الى شي شخص، شي مناضل، شي اخ ولا اخت ارتكبوا شي افعال تقتضي ان يعاقبوا بمقتضى النصوص القانونيه، يجب ان يعاقبوا طبقا للقانون ماشي بالمزاجيه ديال القياده. وقف هذا، كاتب اقليمي حيدو، وعين هنا وحيد هذا وكذا هذا، لا، هذا الان كيتم يعني الاقصاء ديال المناضلات والمناضلين من 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 من, من حق مشروع ديالهم. ما يمكنش تجي تحيد كاتب اقليمي بجرات قلم ونصيفط من وزارة الداخلية خبرة راه هامان أصبح يحل محله. راه المبدأ هو الانتخاب في العملية ديال الأحزاب السياسية، في العملية السياسية المبدأ هو الانتخاب. هذا الشيء راه ماشي التعيينات، راه ما عندناش الأسلوب ديال التعيينات، ما عندناش حنا شي حاجة في الحزب سميتها المنسق في النظام الداخلي في القانون الأساسي ديالنا، ما عندناش شي حاجة سميتها المنسقين. دير منسق جهوي هنا وحيد هذا، هذا تقلقت معاه وهذا بدون البنية السكانية ديالنا ديال المناضلات والمناضلين ديال الحزب ديالنا جالسة كتشوه، والناس اللي عندهم مسؤولية جالسين كيتحيدوا. علاش؟ لأنهم انتقدوا القيادة. والاتحاد الشراكي راه هو هذا، هو أننا نختلفوا ونعبروا على المواقف ديالنا، وملي تكون شي قرارات اللي هي قرارات صائبة واللي تكون قرارات اللي ديال الأغلبية المطلقة، أنا داك خص الواحد ينضبط. ولكن النقاش مسموح للجميع، والقيادة الآن نحن نتحدث عن المؤتمر المفروض على أنه تقييم لمرحلة ما، من حق المناضلات والمناضلين يقولوا لأن هذه القيادة هذه نجحت في أشياء وفشلت في أشياء. نعم، العودة لهذه القوانين التي أعيد تفصيلها وأعيد تصنيفها، ما الهدف منها في نظرك؟ هل هو تكريس واقع معين أم تطلع لواقع؟ أنا كنشوف أم رسم لخريطة مستقبلية؟ أنا كنشوف على أن ما يتم اليوم هو محاولة للتحكم القبلي في المؤتمر، في أشغال المؤتمر، في طبيعة الحضور في المؤتمر وفي نتائج المؤتمر. اسمح لي، حنا راه في المؤتمر التاسع الثامن، جينا درنا انتخاب ديال الكاتب الأول من المؤتمر في دور، كنطلع السي عبد الواحد الراضي. في المؤتمر التاسع طورنا، درنا انتخاب الكاتب الأول في المؤتمر في دورين، وكانت مناظرة بين الإخوة المرشحين آنذاك، راه كانت في القناة الثانية، وكان نقاش عام مفتوح. علاش؟ لأننا كنبنيو وكنأسسوا المستقبل ديال الاتحاد الشراكي، ومن خلاله مستقبل ديال البلاد بحكم الأدوار التاريخية ديال الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية. اليوم غادي نرجعوا اللور، غادي نجيبوا واحد الخليط، واحد العجينة اللي ما صالحهاش، ديال اننا مؤتمرات حقا جهويه من سلطات جهويه وما الى ذلك، وانتخبوا واحد المجلس الوطني هو اللي يطلع ينتخب الكاتب الاول في دور واحد. اللحظه اللي كانت عندنا الكاتب الاول عنده شرعيه ديال المؤتمر في دورين، يعني وليو عندنا كاتب اول عنده شرعيه ديال المجلس الوطني في دور واحد، يعني ممكن 40 ولا 50 واحد يطلعوا كاتب اول. هذا امر لا شوف، راه العبره ماشي بالنتيجه. انا كمناضل اتحادي، وهنا باش نكونوا، لان كنتكلم على الجائحه خص يكون عن بعد وكذا وكذا، انا شخصيا طالبت في مناسبتين اثناء تحضير هذا المؤتمر، قلت يعني من المصلحه ديالنا كاتحاديات واتحاديين، من مصلحه الحزب، هذا الحزب اللي عنده ادوار اساسيه في البلاد ديالنا واللي البلاد ديالنا محتاجه اتحاد شراكي قوي، من مصلحتنا على اننا ناجلوا هذا المؤتمر حتى يكون مؤتمر حضوري وتنضج الشروط ديالو ويكون نقاش وتقريب وجهه النظر، باش المؤتمر يكون عرس اتحادي. علاش؟ ما غاديش يكون واحد العائق قانوني. لا، ما كاينش عائق قانوني. من يقول عائق قانوني كي 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 يعني يكذب على نفسه، لان المؤتمر ديال الاتحاد الشراكي كان خصو ينعقد في جوان، في يونيو، علاش اخرناه حتى شهر واحد؟ كان الحديث عن الانتخابات والجائحه، الجائحه مازال مستمره. الان اذا طلبنا تصريح مع السلطات المعنيه باش اننا نديروا المؤتمر ديالنا حضوري، غادي تجاوبك، غتقول لك لا، غتقول لك في اطار الحاله ديال الطوارئ الصحيه ما يمكنش. هذا في حد ذاته مبرر قانوني كيجعل على اننا كنعيشوا واحد الفتره
استثنائيه انتقاليه نهار اللي تسمح الظروف انذاك، راه بحال فتره قاطعه للتقادم. غادي تجاوبني وزاره الداخليه تقول لك لا ما يمكنلكش دير المؤتمر ديالك حضوري، يحضروا فيه 1200 ولا 1500 البشر. دونك هذا عندي واحد المبرر، واحد السند قانوني اللي كيجعلني اني والعبره شنو نديروا مؤتمر رقم، مؤتمر 11 ديال الاتحاد الاشتراكي كرقم. المؤتمرات هي محطه اساسيه ديال التقييم ديال المرحله وديال البناء ديال المستقبل، ما غير محطه مؤتمر من اجل المؤتمر وباش باش هو كاع يطلع اللي يطلع كاتب اول ويطلع اللي ثم اية اشاره نقدمها للمجتمع. كنتحدثوا على تجديد النخب، كنتحدثوا على خطاب جديد، على سلوك وواحد التناغم ديال السلوك والممارسه في الحياه السياسيه. والمواطن كيتبع الان كل صغيره وكبيره. الان المؤتمر ديال الاتحاد الاشتراكي ليس شان الاتحاديات والاتحاديين اللي في التنظيم، والاتحاديات والاتحاديين ماشي هما اللي في التنظيم، اتحاديات والاتحاديين مشتين عبر ربع الوطن. الان الشان ديال المؤتمر ديال الاتحاد الاشتراكي والشان ديال الاتحاد الاشتراكي هو شان وطني، والتحضير ديالنا والطريقه ديال التحضير وهذا الشيء اللي كنهيئوه والقوانين ديالنا وهذا هي مراه كتعكس الصوره ديال هذا الحزب. شنو كنقدموا لهاد المواطنين والمواطنين؟ الناس راه عندهم امل، ما نطفيوش هذا الامل. راه المناضلات والمناضلين وملي غادي نوليو حتى الحديث على ان ما عندناش اللوائح العضويه وكذا، وغادي نمشيو على اللي داروا الحمله الانتخابيه وكذا وكذا، يعني هاد الامور كامله كمناضل اتحادي. يعني عندي الان حوالي 27 عام في الحزب، انا شخصيا ما يمكنليش نقبل بها، وكنعتبر على انه كاينه مسارات اخرى، كاينه طرق اخرى، كاينه قواعد في التعامل في البناء اخرى هي اللي خصنا نمشيو بها باش ان هذا الحزب يسترجع المكانه ديالو. واش ممكن نقول بان الترشيح ديالك هو واحد خطوه من اجل مسارات اخرى ديال تغيير دفه الحزب من الواقع الحالي؟ انا شوف الترشيح ديالي انا كمناضل، عندي 27 سنه في الحزب، تدرجت في التنظيمات الحزبيه كامله، تحملت المسؤوليه في الولايه السابقه ديال كرئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب. كنشوف على انني عندي وجهه نظر فيما يتعلق بالمستقبل ديال الاتحاد الاشتراكي، ارتباطا بسؤال الانتماء والهويه ديالنا كحزب يساري تقدمي، حزب حداثي، ما يتعلق كذلك بالبناء التنظيمي ديالنا وكيفاش خصنا نجتهدوا فيه. لانه يمكن لي نقول لك على اننا الان بين قوسين اصبح عندنا تنظيم في واحد البناء العشوائي، خرجنا ما بقينا حنا في التنظيمات ديالنا التقليديه اللي مبنيه على الخليه وعلى الفرع والاقليم وهذا، وكل شيء كيشتغل وكل شيء مرتبط بالدائره ديالو، مرتبط بالمواطنات والمواطنين والاشكالات اليوميه اللي كيعيشوا بها، حتى وانشطه وحركيه والحركيه الثقافيه بالاساس والتكوين. راه هذا هو الدور ديال الاحزاب السياسيه. دور الاحزاب السياسيه ماشي هو الانتخابات بوحدها، الانتخابات هي محطه ضمن محطات، الانتخابات هي بمثابه امتحان القدرات ديال الحزب والامكانات ديالو وقدرته على انه يأثر المواطنات والمواطنين يدفع بهم المشروع ديالو. شنو ممكن تقدم للحزب من اضافه؟ شوف الامر لا يتعلق بشخص يقدم للحزب اضافه، الامر يتعلق بتصور. الان كاينه واحد المجموعه ديال الاتحاديات والاتحاديين كنجلسوا مع بعضياتنا، ضمنهم قيادات، ضمنهم مناضلات ومناضلين، كنذكروا كيفاش هذا الحزب هذا ممكن على اننا نخرجوه من هذا الواقع اللي غادي يعيشوا فيه اليوم. لان وانا عبرت على هذا الشيء باش ما يبقاش الانساني هذا، انا عبرت على هذا الشيء من قبل سنتين واكثر، وانا كنعبر كنقول على ان الوضع ديال الحزب ماشي سليم. هاد النتائج الانتخابات اللي تحققت اي نعم كانت ايجابيه مقارنه مع المحطه ديال 2016، ولكنها لا تعكس بالضروره وضعا سليما نعيشه كاتحاد الشراكه للقوات الشعبيه. حتى هي خصها قراءه. مزيان تقدمنا، مزيان انفتحنا، طبيعه الانفتاح في حد ذاته كاين واحد المجموعه ديال الاسئله اللي مرتبطه بالمستقبل ديال الاتحاد الاشتراكي، الدور ديالو في التحولات اللي كتعرفها بلادنا، البصمه ديالو. نتحدث عن الوزن السياسي، راه ممكن يكون عندك 100 نائب برلماني وما عندكش وزن سياسي. الوزن السياسي راه كيكون بالمصداقيه ديالك، بالمواقف ديالك التي تعبر عنها، بالاحترام ديالك والتقدير ديالك للارادات والافكار والاختلافات اللي كاينه داخل، لان حنا مجتمع صغير خصنا نحترموا كل شيء، جميع الافكار المعبره عنها نقدروها ونعطيوها قيمتها ونبنيو بها. انا دائما كنقول المناضلات والمناضلين كاملين بحال ديك اللعبه ديال البوزل، كلهم كيشكلوا ديك اللوحه. اي واحد عنده الدور ديالو في الحزب، ما كاينش عندنا من يفكر ويقرر ويخطط والاخرون عليهم يعني الاستماع والمباراه. هذه ماشي في الثقافه ديال الاتحاديات والاتحاديين،
دونك حنا واحد المجموعه ديال المناضلات والمناضلين كنشوفوا على ان هذا الحزب ممكن يكون عنده مسار اخر في الخط السياسي ديالو. كاين واحد المجموعه ديال الامور ربما الانسان كياخذها ببساطتها، ولكن هي راه عندها رمزيتها. انا كنشير لها دائما، راه المساله ديال الالتزام، ديال الوضوح، الالتزام بالقضايا ديال المواطنات والمواطنين، الالتزام بالمصلحه ديال البلاد، الوضوح في المواقف، الحاجه اللي خصها الحاجه اللي لا لا، الحاجه اللي نخرطوا فيها نخرطوا فيها، الحاجه اللي نقولوا هذه ما في مصلحه البلاد وما مصلحه البلاد، الوضوح في المواقف، الغموض لا يؤسس للمستقبل، الوضوح، الالتزام والمسؤوليه، المسؤوليه في التعاطي مع المشاكل اللي كيعيشوها البلاد، المسؤوليه في التعاطي مع القضايا الكبرى ديال البلاد ديالنا، المسؤوليه في انني كيفاش انني نجعل واحد اللحظه الخيارات التي اقبل عليها تصب في مصلحه البلاد، لا تصب في حسابات ظرفيه مرتبطه بمحطات انتخابيه ما. راه ملي كيولي الهاجس هو الانتخابات وحدها والنتائج المحصله في الانتخابات، واش باش غادي نفصلوا؟ اذا مش غنفرقوا بين الاحزاب السياسيه، باش غنفرقوا بين الاتحاد الاشتراكي وحزب اخر، باش غنفرقوا بين اليمين وبين اليسار، باش غنفرقوا بين وراء الخطاب والسلوك والممارسه وما تدافع عنه المشروع المجتمعي ديالك هو اللي كيميزك. ما الا كان كل شيء يعزف على نغمه واحده راه ما الحياه راها سيمفونيه، راه كل واحد كيعزف على اله معينه كتميزو. الاتحاد الاشتراكي اليوم ديك السحنه الاتحاديه اللي كتبان عند الاتحاديات والاتحاديين في جميع المواقع ديال الشغل ديالهم خصها تبقى حاضره. لسنا كالاخرين، ما غاديش نقول حنا احسن من الاخرين باش ما تكونش عندنا واحد النرجسيه، ولكن لسنا كالاخرين. حنا عندنا واحد التميز كاتحاد الشراكه القوات الشعبيه، عندنا واحد الثقافه معينه، عندنا واحد القدره على الابداع على المبادره. راه في بلادنا الاتحاد الشراكي كان دائما يبادر في واحد المجموعه ديال المفاهيم السياسيه، مجموعه ديال الاصلاحات، مجموعه ديال الامور، كان يبادر ويناضل باش انها تجسد على ارض الواقع. اليوم كاين واحد تغيرت واحد المجموعه ديال الاشياء، وحنا كاتحاديين ربما شي وحدين كينضروا يقول لك راه كيتكلموا من واحد البرج عالي ولا هذيك المبادئ ما بقاتش، راه كنسمعوا هذه الهضره، ولكن حنا متشبتين بهذه المبادئ وبهذا القيم، والامر لا علاقه له بالاشخاص. حتى فيما يتعلق بالولايه الثالثه باش ما يشخصنش الانسان الامور، الامر يتعلق بالمبدا. شخصيا انا ضد الولايه الثالثه. الامر لا يتعلق بالشخص، يتعلق بالمبدا. أي كان اي قائد اتحادي ما عندوش الحق على انه يتجاوز، لاننا يجب ان نقدم النموذج. ما يمكنش تكون واحد القيادات، والان راه كاينه عندنا في الحزب حاليا راه كاينه قيادات اللي اقليميه وجهويه اللي منذ سنوات وفتحوا الباب لاجيال جديده، راه اجيال جديده طلعت وثقافه جديده وممارسه جديده. الاتحاد الشراكي بصم التاريخ ديال المغرب، خص التفكير كيفاش انه يبصم المستقبل ديال المغرب، هذا هو الاساسي بالنسبه لي.